قيادة عبد الصباح زي السي سادة رجال السلطة المدنية والعسكرية، أيها الحضور الكريم، بكل فخر واعتزاز يخلد الشعب المغربي اليوم وفي أجواء من التعبئة الوطنية الشاملة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذكرى 17 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه المنعمين. أيها الحضور الكريم، إن هذه المناسبة العزيزة لتشكل حدثا غزير الدلالات في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، فهي مناسبة لتجديد الولاء والإخلاص بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي. فهذه المناسبة فضلا عن كونها ترسيخ لمفهوم الملك المؤسس على عقد البيعة الشرعية ببعد الديني وتتربت للعرش العلوي المجيد الذي خاض مراحل ايطاليا ومناحي جهاديه رائعه لتحرير المغرب وتقويه رهبته الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والتقدميه والدينيه وترسيخ نظامه الديمقراطي شكلت نقطه انطلاق لعهد جديد وانبعاث جديد للامه ومفهوم جديد للتعاطي مع القضايا الوطنيه والتخطيط لمستقبل البلاد برؤيه ثاقبه لإعطاء روح جديدة للدولة المغربية الحديثة وإحياء لهذه الذكرى المجيدة. يتشرف خادم الأعتاب الشريفة أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء المجلس الجماعي لجماعة ترابية عرب الصباح زيز وساكنتها بتقديم أسمى آيات الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله. كما نغتنم يا مولاي هذه الفرصة لنرفع إلى مقامكم العالي بالله آيات الولاء والتبريد والإخلاص مع الدعاء لكم يا مولاي بدوام الصحة والسعادة لتحقق للمغرب كل ما يسبو إليه من تقدم ورقي وازدهار. وإننا يا مولاي نجد سعداء لما حققه المغرب من تقدم ورقي في ظل عرشكم المجيد مما جعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بإشعاع سياستكم الرشيدة وجهود جلالتكم الحميدة والتي تسعون من خلالها إلى تحقيق سعادة شعبكم ورقيه وازدهاره في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.